الدخان وحاتي مان على مصفات الشاب والشاب شايفه البنت واللي حكينا على الشاب محترم وآدمي وفي كنت تسألوا عنه من بيته للشغل وشغل لبيته ما عنده مشاكل ما عنده لا روحه ولا جاية قالت له هذا مطلوب ونحن مو طالبين غير السترة ما بدنا غير السترة يعني لما رحنا أخذنا معنا جاهة قلنا بتفصل بالمقدم بالمؤخر بالمو هاي كلها ما عدنا بلش يحكوا عن موضوع المقدم والمؤخر عم آخر شيء اتفقوا بدون موضوع المقدم المؤخر لباس البدن الأمور هاي كلها الحفلة مع الحفلة اجينا على موضوع الذهب قال بدنا خاتم ومحبس وبدنا 40 ذهبة أنا فكرت بدنا ذهبات المعلم عمر ولا بدنا ذهبات الـ11 قلتوا لي يا جماعة نحنا شو نحن جايين نخطب بنت فرعون ولا بنت أبو لهب ولا بنت أبو جهل شو تعب تحكي لنا ايه هيك مبينة على الهوى الطلب تبعكم هذا الطلب صعب يعني شو 40 ذهبة الشاب منتوف عايف حاله بعدين معكم لهون وبس يعني خلا بطلنا خالصين